مساء الخير، معاكم دكتورة رغدة شريف من عيادة تشينج مي، أخصائية الجلدية والتجميل والعلاج بالليزر. هنتكلم النهاردة على موضوع يهم سيدات كتير جدا وبرضو رجالة، وهو عملية الفاجينال تايتنينج. الفاجينال تايتنينج اللي هو تضييق المهبل. ناس كتير جدا أو سيدات كتير جدا بتحتاج السيشنز دي عشان الساتسفاكشنز، او الرجاله والسيدات عشان يوصلوا لمرحله الساتسفاكشنز في العلاقه. ازاي السيشن دي عباره عن ايه؟ هي عباره عن اشعه الليزر تدخل في المنطقه دي، بتعمل على تكاثر الانسجه في المكان ده، بحيث ان هو المهبل نفسه يعمل عمليه تضييق، بياخد شيب كده، مش بيقفل بس بيبقى تضييق للمنطقه دي، يبقى سيف جدا وامن جدا. السيشنز بتبقى من سيشن واحده لحد 3 سيشنز. ابتدي اشوف نتيجه من اول سيشن باذن الله من 30 ل 40% بعد 15 يوم من الجلسه. وشكرا.